ان شاء الله النهارده هتقرط البطوله العربيه للانديه رجال رقم 34 بمشاركه 18 نادي عربي، تعتبر اقوى بطوله عربيه على مستوى الاحداث العربيه كلها. من سنه لسنه بتكبر، من سنه لسنه بتبقى فنيا عاليه نتيجه الاهتمام الانديه من السنه، بيجهزوا نفسهم من بدايه السنه للسنه، واللاعبين المحترفين ومعسكرات خارجيه نتيجه هذا الاهتمام وارتفاع المستوى من سنه لسنه. البطوله الاتحاد الدولي حطها على الاجنده بتاعته او الكالندر بتاعته نتيجه هذا الاهتمام، فبتعتبر اكبر بطوله عربيه في ككره السله. البطوله القرعه ان شاء الله النهارده هتبقى لاربع مجموعات، في مجموعتين هيبقوا اربع فرق ومجموعتين خمس فرق، ومع كل مجموعه هيبقى دوري من دور واحد، وبعدين هنصعد الاربعه الاوائل لدور ال 16. المجموعه الاولى والثانيه هيلعبوا مع بعضهم، الاول مع الرابع والثاني والثالث، والثالثه والرابعه نفس الكلام، وبعدين هنخش على دور الثمانيه ثم دور الاربعه باذن الله. هيبقى في دور ال 16، يعني دور التمهيد ده هيبقى عباره عن ترتيب للمجموعه، ما عدا طبعا في ناديين هيخرجوا بره المجموعه. يبتدي دور ال 16 من يوم 8 ان شاء الله. انت عارف حضرتك البطوله مشترك فيها ثلاث محترفين، اثنين اجانب وواحد من احدى الدول العربيه، اي دوله عربيه، وبيسمح بتواجد اثنين موجودين في ارض الملعب. فان شاء الله تكون بطوله احنا مش عارفين طبعا مستويات الفرق، ما اقدرش نقول، انما طبعا هو بيشارك فيها النادي الكويت، الكويتي حامل اللقب، ونادي الاهلي المصري اللي هو الوصيف، ونادي بيروت كان صاحب المركز الثالث. دول يعني نتكلم على نتيجه العام الماضي يعني، وان شاء الله نتمنى منافسه قويه وما يتحددش البطل الا مع صفاره النهايه. اتحاد كرة السلة كان أجرى مؤخرا قرعة بطولة كأس مصر للرجال، والقرعة أسفرت عن مواجهات قوية جدا، وكمان كاميرا ملاعب الأبطال كانت متواجدة وعملت عدد من اللقاءات. تعالوا نشوف اللقاءات وبعدها نكمل كلامنا.